بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب، ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. اما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب للقارئ ابي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين امين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا فيما يتعلق بأبواب الزكاة، وقلنا ونصاب الذهب 20 مثقالا تقريبا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاثة أتباع درهم، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزاد. انتهينا من هذه الجلسة، وقلنا ان نصاب الذهب تقريبا 85 جرام ذهب عيار 21، وان كان بعض مشايخنا كانوا يقولوا يجب ان يكون الذهب خالص، فلازم تعمل حساب ثمن مغشوش، لان عيار 21 اما يبقى 24 يبقى فيه ثمن. وعلشان كده على هذا الامر يبقى حوالي 95 جرام ذهب خالص، 95 جرام ذهب خالص. الا ان الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه وشيخنا قال يعني نحسبها على 85 جرام ذهب عيار 21 على طول، وايه وكده تبقى ايه خروجا من الخلاف، وفي نفس الوقت فيها احتياط لان ال 85 اقل من 95، فهيبقى حتى فيها احتياط. لكن على اي حال هيجي لك بعد كده في زكاة الركاز والمعدن ان لازم تحسبها بالذهب الخالص، تحسبها بالذهب الخالص. لكن هنيجي هنا بقى ايه في نصاب الورق، الورق اللي هو الفضه. ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة 100 درهم، 100 درهم. الدرهم حوالي 2 جرام و975 من ألف من الجرام تقريبا، ده الدرهم. يعني وزن الدرهم 2 جرام و975 من ألف. يعني اما تضربهم في 200 يطلعوا بالتحديد 500، يعني 94 جرام فضة، 594 جرام فضة تحديدا كده. فاحنا كنا نتعلمها مشايخنا كانوا يقولوا لنا 600 جرام وخلاص. فانت هتشوف جرام الذهب بكام، جرام الفضة بكام، تضرب 594 او في 600 تعرف نصاب الفضة. فبيقول ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة 200 درهم، يعني 200 درهم، وفيه ربع العشر. المية فيهم 2.5 جرام، فيهم 2.5 درهم، يبقى 200 فيهم 5 دراهم، سهلة يعني. وفيه ربع العشر أي 5 دراهم، وفيما زاد على 200 بحسابه. احنا قلنا ان في النقدين ما فيش وقص، الوقص ده في ايه، في زكاة الحيوان ده. وفيما زاد على 200 بحسابه وان قل الزائد، ولا شيء في المغشوش من ذهب او فضه اهو، حتى يبلغ خالصه نصابا. ده كلام بقى اللي خلى مشايخنا زمان يقول لك احسب ايه، احسب ان العيار 21 ده ثمنه مغشوش، في ثمن مغشوش، فتحسب 20 مثقال يعني 20 دينار 4 جرام وربع ذهب، واخد بالك، اما تخليهم عيار 21 هتضرب كمان في ثمن علشان تزود، فيطلع حوالي 95 جرام ذهب خالص. وان كان زي ما قلت لك ان الوقت ايه مفتي الجمهوريه قال خلينا ماشيين على 85 عشان ما نلخبطش الناس في الحساب، خصوصا ان الذهب الخالص بيكون فيه ليونه ولا يستعمل اصلا كدنانير ولا يسك، يعني غير صالح للسك حتى، وغير صالح حتى لانه يتعمل منه يعني حلي، لابد ان هو يتغش بنسب معينه عشان يقدر يمسك نفسه ويقدر يشكله ويستعمله استعمال معادن كويس. ولا يجب في الحلي المباح زكاه. طب نقف هنا نقرا
كلام الشيخ البيجوري على الفضة قبل ما نتكلم على زكاة الحلي. بيقول الشيخ البيجوري: قوله ونصاب الورق إلى آخره، ولا يكمل أحد النقدين بالآخر في النصاب لاختلاف الجنس. يعني ما ينفعش يبقى عندي مثلا 100 درهم و15 دينار. الدرهم فضة والدينار ذهب، أنا عندي في الذهب لازم 20 فما زاد، وفي الفضة 200 فما زاد، فما ينفعش أجيب المية الدراهم، المية دراهم اللي هم ما وصلوش 200 أكملهم من الذهب، أو أكمل الذهب من الفضة أو العكس. ليه؟ لاختلاف إيه؟ الجنس. اختلاف الجنس، لأن الذهب جنس والفضة جنس، لكن النوع ما يضرش، لو اختلفت الأنواع ما يضرش. يعني أنا ما كملش إلا الفضة، عندي فضة وصلت 200 درهم، خلاص ما احنا نشوف نقاء الفضة اللي فيها، الفضة الخالص. أنا بنتكلم هنا في مسألة تانية، إن أنا عندي ذهب أقل من النصاب، وعندي فضة أقل من نصاب الفضة. هل ينفع أكمل الاثنين بحيث يبقوا الاثنين يكملوا النصاب؟ ولا الاختلاف الجنس ما ينفعش؟ قال لك اختلاف الجنس ما تكملهمش. كويس، الاختلاف الجنس. اما اذا اختلف النوع تكملهم من بعض. يعني انا عندي دينار مثلا روماني، ودينار شامي، ودينار مثلا حجازي، هي كلها دنانير. صحيح اختلفت في الانواع، لكنها هي جنس دينار جنس ذهب، كلها ذهب، يبقى هنا كملهم من بعض. يبقى إذا اختلفت في الجنس لا يكمل بعضها من بعض، وإذا اختلفت في النوع تكمل. زي ما يبقى عندي مثلا قمح، أنا عندي زارع قمح والقمح فيه الزكاة. كويس، أنا عندي قمح مثلا نوع معين جيزة واحد، وعندي قمح مثلا جيزة اثنين، وعندي قمح جيزة 10، واخد بالك؟ يعني ثلاث أربع أنواع وكله جنس واحد وهو قمح، أنواع مختلفة. أكمل ده من لحد ما يوصل 5 أوسق أطلع زكاة. كويس، يبقى اذا اختلف الجنس لا يكمل، واذا اختلف النوع يكمل من بعضه البعض. واضح؟ علشان كده نقول ان المراه جنس الرجل، لان هما الاثنين انسان، لكن الخلاف في النوع، بخلاف الايه؟ بخلاف كلام الناس يقول لك لا ده الجنس اللطيف، كان هي جنس تاني يعني جايه من القمر. لا، هي نفس الجنس، هي انسان حيوان ناطق، والإنسان الحيوان الناطق ينقسم إلى ذكر وأنثى، يتنوع بقى، يتنوع، فالنوع تقسيمات الجنس، يعني الجنس ينقسم إلى أنواع، إنما ما قلتش مثلا إن القرد والإنسان جنس واحد، ما ينفعش، واخد بالك؟ لكن ممكن نقول فصيلة واحدة، وهي فصيلة الحيوانات الثديية من حيث بقى البيولوجي، إن ده بيرضع وبيلد. كل من يرضع ويلد يسموه حيوان ثدي كده برضه. يبقى في حاجه اسمها فصيله، وفي حاجه اسمها جنس، وفي حاجه اسمها نوع كده برضه، وهكذا. فناخد بالنا من التقسيمات دي علشان لما يجي المشايخ يتكلموا في كتابهم تفهم ايه اسلوبهم في الكلام. ماشي، فبيقول ايه: ولا يكمل احد النقدين بالاخر في النصاب لاختلاف الجنس كما في الحبوب. يعني ما ينفعش اكمل امس بذره ولا دورة بشعير. كويس، اختلاف الجنس. ويكمل نوع بآخر من جنس واحد. سهلة، أنا عندي ذهب إيطالي، وعندي ذهب إنجليزي، وعندي ذهب مصري من الساغة، أو كله ذهب، اختلفت الأنواع لكنه كله ذهب، أكمل ده من ده. واضح؟ ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل. أنا عندي مثلا 5 أوسق قمح، منهم 2.5 وسط جيزة واحد، واتنين ونص وسط جيزة اتنين، يبقى طلع الزكاة نص من ده ونص من ده، لأن سهل أهو، سهل إن أنا أكل. لكن لو عندي أنواع كتيرة وخلصتها صعب إن أنا، يبقى آخد من المتوسط، آخد من المتوسط. يبقى ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل، بأن قلت الأنواع سهلة، يعني الأنواع قليلة محصورة قدامي، وإن شق بأن كثرت أخذ من الوسط كما في المعشرات.
المعشرات اللي هي زكاة الثمار والزروع يعني. لأن هتجد كده مثلا في التمور برضو تجد أنواعها كتير، المدينة لوحدها فيها 250 نوع طعم، ده مدينة النبي ده 250 نوع طعم. لو والعراق فيها 450 نوع طعم، يعني التمور كتيرة أوي، أنواع كتيرة لا حصر لها سبحان الله. فلو تيجي تطلع الزكاة وأنت عندك مثلا 100 نخلة من نوع الفلاني و50 نخلة من نوع الفلاني وهكذا أنواع مختلفة، إذا قدرت تحصرهم وتطلع من كل واحد قصته لا بأس، إذا صعب عليك يبقى من المتوسط. من المتوسط. ولا يبدئ رديء عن جيد، ولا مكسر عن صحيح. واضح الكلام. لأن ما تديش طبعًا ولا تيمموا الخبيث منه تمسكونه ولا تبيعوه، ما تنقيش بقى إيه الحاجة الرديئة وتطلعها هي الزكاة، والحاجة المكسرة هي تطلعها هي الزكاة، وحافظًا على الإيه؟ الصحيح. ولا يبدئ رديء عن جيد ولا مكسر عن صحيح، كما لو اخرج مريضه عن صحاح في الحيوان يعني، ويجزئ عكس، لكن يجزئ ان انا اطلع الصحيح عن الايه؟ عن المكسر. لان هنا مراعاه لحق الفقير، وفيها نوع من التبرع، وفي نوع من الكرم، وده كله مطلوب من الشرع، انك انت تضحي، وانك انت تؤثر غيرك، وانك انت تتبرع، وانك تنفق اكثر مما وجب عليك الشرع. مش قال لك وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، غير اية حق معلوم. هنا بيتكلم على المحسنين، سورة الذاريات بيتكلم على المحسنين، يقول ايه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الارض ايات للمحسنين، وفي انفسكم افلا تبصرون. فبيتكلم على المحسنين، المحسن يطلع ازيد من الواجب عليه. انما في المعارج يقول ايه وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الحق المعلوم اللي هو الواجب. يبقى المؤمن يطلع قد الواجب اللي عليه بس، المحسن يطلع بزياده، والله يحب المحسنين. كويس. وعلى فكرة قال لك ويجزئ عكسه، بل هو افضل لانه زاد خيرا. والمراد بالجوده النعومه ونحوها كاللين، وبالرداءه الخشونه ونحوها كاليبوسه. قوله بكسر الراء الورق، أي وفتحها، الورق والورق مع فتح الواو فيهما، أدي إيه لغتنا. ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو، يبقى أدي كمان ثلاث لغات، يعني تقول ورق. كويس. ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو، تثليث الواو يعني مرة تضم الواو ومرة تفتح الواو ومرة تكسر الواو، أدي ثلاث لغات، يبقى ورق ورق ورق. كويس. طبعا نبتدي بالضم الاول، ان المرفوع مقدم على المنصوب والمخفوض اخر، مش كده برضو؟ فيبقى نقول ورق بالضم اهو، وبعدين ورق، وبعدين ورق، ادي ثلاث لغات. وعندنا لغتين في الاول مع فتح الواو وكسر الراء، او فتح الواو تقول ورق وورق، يبقى عندي خمس لغتين سهله. ففيه خمس لغات. ويقال رقة، اسمها برضو الرقة، الرقة اللي هي الفضة برضو. وقول وهو الفضة، أيوة لو غير مضروبة، يعني مش معمولة عملة، يعني لو عندي حتى فضة مش معمولة عملة، في صورة ميدالية، في صورة معدن حتى شايلها، طالما بلغت هذا النصاب يعني 100 درهم، يبقى في الحالة دي أطلع منها ربع العشر. قول 100 درهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، والأوقية 40 درهما، بالنصوص المشهورة 40 درهم الأوقية، والنبي بيقول ليس في دون خمس أواق إيه صدقة، صدقة يعني زكاة، صدقة مفروضة يعني، يبقى 5 في 40 ب200، 200 درهم. كويس. وقدر نصاب الفضة بالريال أبي طاقة هيبقى تقدره لك الشيخ البيجوري بالريالات اللي أيامهم، كان أيام أيام الشيخ البيجوري من حوالي 250 سنة في مصر، إيه ريال بطاقة وريال تاني ليه اسم تاني وليه دراهم داخل فيها نحاس وداخل مع الفضة، فهيقدرها بتقدير. إحنا مش محتاجين نقرأه الآن لأنها تغيرت النظام، فإحنا قلنا إن هي حوالي 594 درام فضة بالتقدير الايه المعاصر بتاعنا، على اعتبار ان الدرهم 2 جرام و975 من 1000. كويس.
وفيه قوله وفيه أي في نصاب الورق، قوله ربع العشر أي في كل حول، يبقى ربع العشر يخرج في كل حول يعني كل 12 شهر هجري مش كل رمضان. ما تعملش كده زي المصريين الجهل، كل الناس عايزة تطلع زكاتها في رمضان بس، والفقير طول السنة يقعد مش عدمان مش لاقي حد يديله حاجة. غلط، انت تشوف الحول بتاعك بلغت النصاب شهر ايه ويوم ايه في الشهر الهجري، يبقى لما يجي هذا اليوم تطلع. فهتلاقي في ناس اغنياء تطلع في جمادة، وناس تطلع في ربيع، وناس تطلع في محرم، وناس تطلع في صفر، فيبقى الفقير بيجد له اموال تجيله طول العام ما يضيعش، مش تجيل انت كل رمضان تطلع وبقيه السنه قاعد ماسك على نفسك. طب والفقير يضيع بقى، خدت بالك؟ فناخد بالنا من الحكايه دي علشان احنا بنحسب من اول ما بلغ النصاب وحال الحول سنه كامله 12 شهر هجري، مش ما اول ما يجي لي رمضان. وعلشان كده بيقول ايه؟ اي كل حول كما مر في الذهب، وقول وهو 5 دراهم، لان عشر 220، واحنا بنطلع ربع العشر وربعها 5، مش كده برضه؟ عشر 220، 200 على 10، واحنا بنطلع ربع العشر، ربع العشرين ايه؟ 5، يعني 20 على 4 يبقى 5. قوله فيما زاد، فإذا كان عنده 300 درهما، احنا قلنا 200 هنطلع ربع عشرهم، طب ال 300 برضه ربع العشر، يبقى هطلع 7 7.5 كده برضو، لان المية عندي 2.5 جرام والميتين 5، يبقى يطلع 7 7.5. 300 درهم، ففي ال200 5 دراهم، وفي ال100 درهمان ونصف، فالجملة 7 دراهم ونصف. وقوله وان قل الزائد فلا وقص كما مر. قول ولا شيء في المغشوش، كان مشايخنا يقول لك نحسب النصاب بالفضة على سبيل الفضل لا على سبيل الواجب مراعاة لحق الفقير، ونحسبه بالذهب على سبيل الوجوب، فإن امتنع من عنده نصاب فضة وليس عنده نصاب ذهب لا يأثم، واخد بالك ازاي؟ وإن دفع يبقى من باب الفضل لتفاوت سعر. كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم 200 درهم يساوي تقريبا 20 دينار، لأن الدينار كان ب10 دراهم. كان الدينار ب10 دراهم، بيبقى ال20 دينار اللي هم نصاب الذهب تفكهم يطلعوا 200 درهم، كان نفس القدر والقيمة. كويس؟ لأن كان في الدولة الفارسية كانت قوية وكانت عملتها أصلاً الفضة، فكانت الفضة محافظة على قوامها. والدولة الرومانية ما زالت كانت قوية وكانت عملتها أصلاً الذهب وكانت محافظة على إيه مكانها، فكانت التعاملات الدولية معروفة إن الدرهم الكسراوي يتفك يبقى عشر، يبقى عشر ايه دينار رومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسبها على هذا، فكان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة تقريبا من حيث القوة الشرائية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تفاوتت الأمور وأصبح الذهب سبق قوي، أصبح نصاب الذهب مثلا اللي هو كان يساوي 20 مثقال 20 دينار زمان، دلوقتي حوالي 11000 او 12000 او 13000 جنيه مصري، الجنيه المصري. والفضه حوالي 800 900 جنيه، يعني شوف بقى من 13000 كانت زمان تساوي 800 دي. فيبقى احنا لو قلنا كل من معه مثلا 900 جنيه وحال عليه الحول يطلع زكاتهم بحساب الفضه، يبقى عدد المزكين يزيد، عدد اللي هيزكوا يزيد قوي. طيب، وعلشان كده مشايخنا قال لك مراعاة للفضل لا للفقه، يحسب بنصاب الفضة لتكثير قاعدة مخرج الزكاة، خصوصا في فترة الغلاء اللي احنا فيه، علشان الفقير يجد له برضه حد يعينه. كويس؟ فإذا امتنع لا يأثم، ولكن ما يبقاش من المحسنين، من باب الإحسان والفضل يعني. فبيقول هنا وإن قل الزائد فلا وقص كما مر. وقص احنا قلنا اللي هي بين ايه الأعداد في الحيوان، ما فيهاش زكاة اللي بين الأعداد، لكن اللي بين اللي ما زاد في عن النصاب محسوب برضه في زكاة النقدين، يطلع ربع عشر. قول ولا شيء في المغشوش أي المخلوط بما هو أدون منه، كذهب بفضة وفضة بنحاس. وقوله حتى يبلغ خالصه نصابا،
حتى يبلغ ايه خالصه نصابا. يعني افرض عملوا لنا الدينار ذهب عيار 18 مثلا، يبقى انا احسب انه في ربع مغشوش، في كل دينار في ربع مغشوش، كويس، اللي هو 8 كده، برضه 8 يعني كام؟ يعني ربع، يبقى في ربع مغشوش عندي. يبقى احسب ال 18 في الربع ده زائد في عدد وزن الدينار اللي هو 4 جرام وربع ذهب، يطلع حوالي 110، يطلع حوالي 110 جرام. يبقى لو عندي من الدنانير اللي هي عيار 18 ما يزن 110 جرام، يبقى يا دوب هي دي بقى ايه نصاب الزكاه، لان ده يعدل الايه؟ ال 20 مثقال الخالصه. وهكذا. وقوله حتى يبلغ خالصه نصابا، فاذا بلغ خالصه نصابا اخرج الواجب خالصا او مغشوشا خالصه قدر الواجب، او يخرج الواجب اما خالص او يطلعه من المغشوش، بس بحيث ان قدر الخالص في المغشوش ده قد الواجب اللي عليه. سهله الحكايه. ويكون متطوعا بالغش، يبقى متطوع بالمعادن المغشوشه فيه، لان دي هتبقى زياده محطوط في نحاس مع الفضه، يبقى كانه متطوع بالنحاس الزايد اللي جوه الفضه، او متطوع مثلا بايه؟ باي حاجه داخله في الشوائب اللي هو بيخلوها داخل الذهب عشان يقدر يطوع الذهب ويصيغه صياغه حليه او غيره. ويكون متطوعا بالغش ان كان يتصرف عن نفسه، والا تعين الاول ويكفي التمييز. والا تعين الاول اللي هو الخالص بس لو بيتصرف بالوكاله عن غيره. بالوكاله عن غيره، خدت بالك؟ ويكفي التمييز بالماء. كانوا بيميزوا بالميه، يعني ايه؟ لان الوزن بيختلف، يقوم يجيب لك ميه مثلا كده كوز ميه ويحط ال 200 جرام، ال 200 مثلا درهم او مثلا ال 20 دينار الخالصه الاول، يحطها في الميه تغطس، تقوم الميه تقب تعلى، يعلم علامه على الكوز، كويس، وبعدين يجيب المغشوش ويحط برضه قدره ويلاقي ان ده بيصل لحد هنا، يقوم يعرف نسبه الغش قد ايه، نسبه الغش قد ايه بارتفاع الميه اللي هو حجم السائل المزاح، حاجات في الطبيعه معروفه، ويبتدي يحسب بقى النسب دي، ومنها يعرف الوقت. انت مش هتحتاج الحاجات دي لان الحاجات دي معروفه، انت تروح للسائل يقول لك ده عيار كذا وده عيار كذا، حكايه سهله، واصبح في ختم عليها، واصبح في نظام يعني ايه الوقت مرتب اكثر من زمان. ويكفي التمييز بالماء، فان كان عنده 300 درهم مغشوشه ولم يعلم هل خالصها 200 وغشها 100 او بالعكس، وضع ماء في اناء ثم يضع فيه 300 درهم فضه خالصه ويعلم على قدر ما وصل اليه الماء، ثم يضع فيه 300 درهم نحاس، نحاس صافي، يجيب درهم نحاس صافي الاول ويعلم، يحط الدرائم صافيه نحاس ودرائم صافيه فضه ويعلم العلامتين دول، يبقى العلامتين دول هيبين لك النحاس الصافي والفضه الصافيه على مثل. لما يحط بقى الدراهم المتداوله اللي هو هيطلع نصابها، هتقف بين العلامتين تقوم تشوف لو هي ثلاث ارباع يبقى مغشوشه بنسبه الثلاث ارباع، او هي ربع يبقى مغشوشه بنسبه الربع، على حسب المسافه بينهم، خدت بالك؟ يعني حكايه سهله يعني. فاذا قرب الماء بسببها الى الاول علم ان خالصها 200 وغشها 100، واذا قرب الى الثاني اللي هو ناحيه النحاس يعني فبالعكس، ويجري مثل ذلك في المخلوط من الذهب والفضه. برضه المخلوط من الذهب والفضه، يروح حاطط فضه خالصه بنفس الوزن، يحط ذهب خالص بنفس الوزن، يعلم العلامه والعلامه، وبعدين يحط اللي ناوي يزكيه، شوفوا هيوقف ناحيه اي جهه ويبتدي يحسب على نفس الوزن. ويكره للامام ضرب المغشوش. الامام بقى اللي هو ايه؟ الحاكم، وزاره الخزانه، يكره ان هي تضرب ايه؟ يعني تعمل عمله، الضرب اللي هو السك، سك العمله يعني. ان تعمل عمله مغشوشه زي الوقت ما بايه ما بيطبعوا جنيهات بلا رصيد، فيعمل تضخم، ده بين الكراهه والتحريم، لانه بيزود الغلاء على الناس ويعمل تضخم، كل ما العمال يعملوا اضراب يروح مراديهم
ويطبع لهم 2 3 4 مليون ويوزعها عليهم، ما فيش رصيد انتاج مقابلهم، فتلاقي السوق يحصل فيه خلل والناس تفرح بالقرشينات اللي خدوها، يجي ينزل السوق يشتري يلاقي معهوش حاجه، ده ورق كوتشينه ملوش قيمه، فيكره للامام كده لان ده نوع برضه من الغش. ويكره للامام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا، ويحرم على غير الامام ضرب المغشوش. يبقى غير الامام يحرم، اللي بيزوروا العمله حرام تزوير العمله، يعني يعمل له مطبعة كده كل ما يحتاج فلوس يروح طابع له ورقة بمية وينزل يجيب خضار، يبقى ده غش، ده حرام، ده حرام حرام قطع، خدت بالك. ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش، ويكره له ضرب الخالق لأن فيه افتياتا على الإمام. ليه؟ لأنه بيتعدى على الحكومة، افتيات على الإمام يعني كأنه بيتعدى على الحكومة، خرج عن طوع الحكومة. طيب، فإن ذلك من شأن الإمام. وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب، الشيخ الخطيب الشربيني، ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لمن طوى تحت الغاية وهو المغشوش، لأن هي يحرم لغير الإمام. الشيخ الخطيب الشربيني قال ويكره لغير الإمام، لكن هو بيقول لك لا ده ضعيف، بالأحسن تقول ويحرم لغير الإمام. كويس، ولا يجب. دخلنا في زكاة الحلي، ناس كتير يسأل ايه اللي عندها سيرة وتطلع زكاتها ولا ما تطلعهاش. في مذهب الشافعية في اذا كانت معدة للاستعمال وللزينة ولو لم تتزين بها لا زكاة فيها. كويس، وان كانت غير معدة للزينة يعني شايلاها علشان مال ومكسرة اصلا ما تعرفش حتى تتزين بيها وشايلاها مجرد للكنز، يبقى يجب الزكاة ان بلغت نصابها. الاحناف عندهم حتى ولو معدة للزينة طالما بلغت نصابا يجب الزكاة، ده رأي الأحناف. الشافعية ها يبقى خلاص لا زكاة فيها، لكن لو هي معدة للزينة، وخد بالك ازاي شكلها زينة يعني شايلها في صورة سلسلة في صورة بتاع، بخلاف جايبة جنيه انجليزي اللي هو بيسموه الجنيه ده الذهب ده ولا جورج ده ولا بتاع وشايلاه، واخد بالك ازاي، وحطاه، يبقى في الحالة دي هيبقى عليه زكاة لأنه ده كنز. واضح؟ إلا لو كانت حملته حواليه بإطار وعملت له سلسلة وقت تلبسه يبقى هنا بقى معدة للزينة. واضح؟ الآن بقى تقول أصل أنا بعده للزينة وساعات برضه لما تزني أبيعه، خلاص خليك على مذهب الأحناف، ريح نفسك، دي مالك تخبطي نفسك شوية. الآن طلعي زكاة. الاحناف عندهم تطلعي زكاه مطلقا طالما بلغت النصاب سواء معدل زينه او غير، انما يحبوا ايه يتلككوا على المشاكل ويكثروا الاسئله ويلحوا. طب وليه؟ حكايه سهله. الان طلع يا سيدي، طلع تصدقني. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه خرج على النساء وقال لهم ايه؟ تصدقن فاني عرضت الي النار فرايتكن اكثر اهل النار. فقد طلعوا صدقه كتير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقى ان نسبه النساء في النار عاليه قوي ونسبة الرجالة في الجنة عالية قوي، فخرج على النساء صعبوا عليه صلى الله عليه وسلم انه رحمة للعالمين، قال لهم تتصدقوا انتوا ليه بس كده؟ هتروحوا في داهية ليه كده؟ فتصدق، فكانت الواحدة منها تقلع قرطها وتقلع حلقها وتقلع خلخلها وترميه في حجر سيدنا بلال صدق علشان يهدينا انفسهن من النار، واخد بالك؟ فيبقى ايه؟ ما يجراش حاجة. خدوا بمذهب الاحناف يا من ايه تسألي وتقولي اصل انا ساعات اشيلها للزينه وساعات اشيلها برضه لو اتزنقت في قرشين ابيعها. خلاص يا ستي ما تقلقيش، على مذهب الشافعيه على الصوره دي برضه لا زكاه طالما معدل للزينه. على الصوره دي اصل بس خلاص، ولا اصل ولا فصل، خليكي حنفيه. طلعي الزكاه. فهمت؟ بلا الاصل وفصل. فهنا بيقول ايه؟ ولا يجب في الحلي المباح زكاه. في حلي مباح وفي حلي حرام. حلي مباح وحلي حرام. هيجيب لك أمثلة الحلي المباح اللي هو المعد للزينة عند امرأة أو يبقى ده مباح، وفي حلي حرام غير معد للزينة، غير معد للزينة، واخد بالك ازاي؟ أو معد للزينة عند رجل والرجل لا يتزين به ولم يحتفظ به بنية إنه إيه؟ إنه يستعمله نسائه. يعني هو راجل اصلا ما عندوش ستات، لا متجوز ولا حتى مراته بتحب الذهب لو كان متجوز ولا عنده بنات، وكل ما يجي معاه قرشين ينزل يجيب اسوره يجيب خاتم حريمي
يجيب حاجات كلها معده للزنا ويشيلها في اللاب وكلها اهو، ده حرام. انت بتجيبه ليه؟ ليس له استعمال الا اذا كان بيجيبه عشان يجامل بيه ولاد اخواته بنات اخواته، يزينهم يوم فرحهم وبعدين ياخده منهم تاني يسلفهم يعني، يبقى هنا يجوز لانه بيطيب خاطر الناس، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه معد للزينه لانه بيقتني لزينه الناس ويعيرهم. كانوا الناس يعيروا بعضهم زمان في المناسبات والحلي ده يتحلوا فيها في زواجها في فرحها وهكذا عشان يطيبوا خاطر الناس. اذا كان في آلة الحرب للرجل فيجوز ان هو يزين آلة الحرب بايه؟ بالفضه وبقليل من الذهب، لان آلة الحرب لما تبقى غاليه يحافظ عليها قوي، والحرب دي مهنة الرجال. فيبقى للرجل آلة الحرب إذا زينت بالفضة أو بقليل من الذهب يجوز، لأن دي خاصة للرجل، يبقى حلي مباح. والمرأة ما ينفعش يبقى عندها سيف وتزينه بالذهب أو بالفضة، لأنه آلة الحرب ليست من إيه؟ من آلات استعمال النساء، حتى ولو كانت هي محاربة فده على خلاف القاعدة، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. واذا كانت برضو محتفظه بالحلي في صوره بالذهب في صوره اطباق او معالق او شوك او سكاكين فهذا حلي حرام، يبقى ده ذهب حرام لان يحرم استعمال انيه الذهب والفضه، مش كده برضو؟ يبقى هيبقى فيه زكاة ويحرم اقتناؤه، يبقى فيه زكاة ويحرم اقتناؤه، يبقى في حلي مباح وحلي محرم. هيدي لك امثله. فيقول ولا يجب في الحلي المباح زكاة، اما المحرم كثوار وخلخال لرجل، يعني راجل شايل غوايش وشايل خلاخيل، في راجل هيخلخل؟ في راجل هيلبس غويشه وسلسله؟ ما ينفعش. المسيحيين يعني اول ما تلاقي واحد لابس سلسله على طول تعرف انه مسيحي، مش كده برضه؟ تلاقيهم غاويين يلبسوا سلاسل كده. وفي بعض بقى المسلمين يقلد المسيحيين ويلبس خيب، خيب او يلبس له انسيال كده، ما ينفعش، دي مش من عاده الرجال المسلمين المحترمين. يبقى كسوار وخلخال لرجل وخنثى، والخنثى نعملها معاملة الرجل في الحلي ومعاملة الأنثى في السلاح احتياط، فهمت؟ ليه؟ لأن يحتمل أن يبقى راجل فعامله معاملة الراجل، ويحتمل أن يبقى ست فعامله معاملة الست، واضح؟ تغليبا لجانب الحرمة من باب الاحتياط. كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه، في الذهب المحرم يجب الزكاة فيه أو الحلي المحرم. كويس، نقرا بقى كلام الشيخ إبراهيم البيجوري قايل إيه في الحتة. ولا يجب في الحلي المباح زكاة لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم. لما يبقى عندك برضه يعني جمال أو غنم بتستعملهم أو بقر بتستعملهم لحرث الأرض أو للنطح يعني للسقي او للنقل او شيء من هذا لا زكاة فيه، كانها عوامل. كذلك الحلي المباح ده انت بتستعمله للزينه قياسا على العوامل دي لا زكاة فيها، يبقى دي لا زكاة فيه. كويس. نعم ان ورثه، نعم يدي لك صوره جديده بقى تاخد بالك منها، ان ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول وجبت زكاته. يعني انا ورثت حلي امي، كويس، بس انا ما اعرفش ان عندها حلي، ده هي ميته بقى لها سنه، وبعدين بعد كده فوجئت ان اخواتي بيقولوا لي ده احنا بنفتح الدولاب بتاع امنا لقينا عندها حلي كتير فاحنا قسمنا وادينا لك نصيبك، بس انت كنت مسافر، فبعد انا ما جيت بسنه لقيت نصيبي من الحلي بتاع امي ده كميه، وانا عندي بنات هيتزينوا بيه، بس انا فتره السنه دي كلها واخد بالك ما كنتش يعني في ملكي بنية استعماله في استعمال مباح، يبقى في الحالة دي أزكي سنة واحدة، وبعد كده لما يدخل في ملكي بعد كده يستعمله بناتي تستعمله زوجتي، وأصبح بعد كده لا زكاة عليه بعد هذا. يبقى الصورة دي بس يبقى فيها زكاة في عام واحد. لا، ما هو يملكه بمجرد وفاة أمه، لكن ما تفرزت، لكن هو يملكه بس كان مشاع، واخد بالك؟ فهو كان ملكه بقى صار ملكا تاما له، ملكا تاما له. حتى لو كنت تملك في المشاع فبتحسب القيمه زي في عروض التجاره. لكن احنا هنا اصل ايه؟ هنا في الصوره دي
لم تكن له نية اقتناء حلي مباح للزينة، ما كانش عنده النية دي. فهمتني ازاي؟ وطلع عنده حلي وما كانش عنده نية استعماله للزينة المباحة. يبقى في الحالة دي يبقى فيه الزكاة، لأن الأصل في الذهب الزكاة. لو مش تحت إيده لكن في إيد من يعني يضمنه، يبقى ملكية تامة. زي أنا مدي لك دين وأنت راجل سمعتك زي الذهب، واديتك 100,000 وبعد سنة أنت ما اديتنيش لسه ال 100,000، لكن أنا واثق إنها هتديها لي، أحسب بزكاتها وأطلعها. أحسب زكاتها وأطلعها لأنها ما زالت في ملكي. لأن أنا عارف إن أنا مجرد هطلب التليفون كده، قالوا أيوه يا باشمهندس عمرو أنا عايز ال 100,000. قبل ما أقفل السكة ألاقيك محولهم لي في حسابي. خلاص يبقى ملكية تامة. إلا لو كان مماطل، طبعا هيبقى غيره يعني. واحد مماطل يبقى في الحالة دي أطلع زكاتها لما أقبضها بعدد الأحوال، واخد بالك، بعدد السنوات لما أقبضها بقى منه، طالما إيه مش ضامن هيداني ولا لأ، زي فلوس في الريان، واخد بالك، فلوس سلم لي على المترو ضاعت، واحد خدها والله أعلم هيداني إمتى، يبقى هنا مش هقدر. أو واحد ذمته واسعة، معروف في السوق إنه يستلف وما يردش، يستلف وما يردش، يبقى في الحالة دي لأ. يبقى يطلع يبقى هو لا هو لو كان عارف ان في مشاكل، لكن نوى، عرف بقى ان عنده زكاه هنا، عنده حلي هنا، نوى انه لما يبقوا يدوله نصيبه هيبقى يزين بيه مراته وبناته، يبقى لا زكاه عليه، لان هو عرف ونوى ان هيستعمله في ايه؟ في 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 استعمال مباح. واضح؟ لان اللي يخلي الذهب يخرجه عن قاعده خروجه من قاعده من قاعده الزكاه نية استعماله ايه في 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 الزينة المباحة. النية دي تخليه تستثنيه من الزكاة. ما فيش النية دي يرجع لأصله. الزكاة الذهب يزكى. مش أقول لك على الأصل دور؟ فهمت؟ يرجع لأصله. أيوه. لو كان اصلا معد للزينه خلاص، يبقى انت خلاص، ما انت عندك نيه انك انت معد للزينه، هتلبسه لمرات ابنك لما تبقى تيجي، ما يجراش حاجه، ما هو معد للزينه ولو لم يلبس، لو محطوط في الدولاب كده ما حدش بيمد ايده. لا لا، ما هو صاحبه معلق، لكن امراه من جنس من يتزين به، واخد بالك؟ بس الان خليك حنفي، طلع. فبيقول لك ايه؟ لانه معد لاستعمال مباح فاشبه العوامل من النعم، نعم ان ورثه ولم يعلم به، شوف بالقيود دي كلها، ان ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول، مضت سنه وبعدين شافه، يبقى وجبت زكاته. وكذا لو انكسر وقصد كنزه، يعني كان شايله معد للزينه وبعدين انكسر، دي بقت مقطوعه ودي مقطومه ودي مش عارف ايه، فاصبح غير صالح للتزين، فقال خلاص بقى انا مش هصلحه، وهو متشال له فلوس، قصد الكنز هنا، يبقى هنا بقى ايه؟ وجب زكاته بقى. وكذا لو انكسر وقصد كنزه، او انكسر كسرا يحوج الى صياغه فتجب زكاته، لانه لم يقصد امساكه لاستعمال مباح، بخلاف ما لو قصد اصلاحه وامكن بلا صوغ فلا زكاه. لو انكسر وشال وقال حب اصلحه خلاص، يبقى لا زكاة فيه. وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه، ولو دام أحواله يعني سنوات. وللمرأة لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسواري والخلخال والخاتم ولو من الذهب، وكذا لبس ما ينسك بهما من الثياب ما لم تسرف، وقيل ما لم تبالغ في صرف، كخلخال وزنه 100 مثقال مثلا، 200 مثقال يعني 200 دينار، خلخال 200 دينار يعني، شوف ده يعني عارف، لا ده 8 كيلو، ده ايه ده بقى، كمال اجسام دي ولا 100 مثقال، ما هو اصل المثقال 4 جرام وربع، ها؟ 800 يعني قرب الكيلو. والله حاجه جميله قوي، فين دي علشان نتجوزها؟ ها؟
عشان ناخد الخلخال ده وتنط بقى. طيب يبقى متجوز فرق علول. يقول لك لكن يعني لو كان الحلي يعني في طرف قوي مبالغه يبقى هيبقى في زكاه بقى، لكن لما يبقى ايه حليه اقرانها مستوى اسرتها كده، كل واحده ست في اسرتها عندها صندوق كده ايه في ملذ وطاب من الحلي، هي مستواها كده من اسره من الامراء من الملوك من غير ما تبقى اسره من متوسط الشعب، غير ما تبقى اسره من اسر فقيره، يبقى كل واحد على حسب مستواه الاجتماعي، يعني ايه الذهب بتاعه على حسب مستواه الاجتماعي. ويحل للرجل الخاتم من الفضه لا من الذهب، ويحل للرجل الخاتم من الفضه لا من الذهب بحسب عاده امثاله قدرا وعددا ومحلا، بل لبسه سنه، الراجل يلبس خاتم فضه. طب والفضه دي وزنها قد ايه؟ متروكه للعرف، عرف البلد، بحيث اما تبقى لابسها كده ما حدش يتلفت انتباهه، انما ما يبقى خاتم فضه تقيل قوي كده كل ما تلبسه ايه ده ايه ده وريني بقى ملفت، ده بقى مش عاده البلد، ده يبقى كده ما يلبسه، خدت بالك؟ لكن اما يبقى ايه عادي في العرف يلبس، ولو تعدد ولو لبس واحد في كل صباع، طالما عرف البلد كده ورجالتها بيلبسوا خواتم بالطريقه دي ما يجراش حاجه. ويجوز لبسه في اليمين وفي اليسار في خنصر اليمنى او اليسرى، يجوز، والخلاف في الافضل، هل الافضل اليمنى على اليسرى ام لا؟ الشافعيه قالوا الافضل اليمين، وبعض المذاهب قالوا هما سواء، حسب ايه؟ حسب احتياجه، لان قد يلبسه في اليسرى علشان ايده اليمين بيشتغل في الصناعات وكده فبيضايقه ويتسخ فبيلبسه اليسرى لهذا السبب، وهكذا يبقى ما فيهاش مشكله. لكن الشافعيه اختاروا ان الافضل اليمنى، لان اليمنى محل الزينه واليسرى محل الاستنجاء والخضرات وغير ذلك. وعلشان كده بيقول ايه؟ ويحل للرجل الخاتم من الفضه لا من الذهب. ما يلبست بقى ايه؟ دبله ذهب، لان الدبله خاتم ذهب حرام. بحسب عاده امثاله، بعدد ايه؟ حسب عاده امثاله، قدرا وعددا ومحلا، يبقى تختلف باختلاف الظروف والسنين والايام والبلاد وهكذا. بل لبسه سنه، لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعله في اليمين افضل، والسنه ان يجعل الفص مما يلي كفه. السنه اما يبقى ايه خاتم ليه فص يخلي الفص من جهه الكف، بخلاف المعتاد في العرف الناس تخلي الفص البر، ليه؟ عشان اما يبقى الفص من جهه الكف يحميه ما يتكسرش منه، وما يكسرش خاطر الفقير يشوف فص مزغلل عينه كده يوم يكسر فقط، يبقى اللي تحبه وايه ولعدم كسر خاطر الفقير. كويس، ده بالنسبه للرجل، انما المراه تخلي فصها كده وتلعب الدنيا مش مشكله، هي بتحب كده، الستات يحبوا كده، ها ما يضر، ولو كان من جوهر اغلى من الذهب والفضه يجوز، لان الزكاه متعلقه بالذهب والفضه فقط، فلو كان الفص اغلى من الذهب والفضه لا زكاه فيه، لان لا يعرف قدره الا الخبير، والسوق مش قائم عليه، مش قائم على هذا المعدن، فهمتني ازاي؟ يعني مش اساسي، فمش هياثر على اقتصاد الدول. للادخار او لللبس حتى ما يجراش حاجه، الراجل يعني يحط فص الماظ ثمنه مليون جنيه لا زكاة فيه. الماظ اصله مش ذهب. في وجه عند الشافعية يقاس، في وجه ضعيف عند الشافعية والعمل على خلافه، انه الجواهر النفيسة تقاس على الذهب والفضة. ولكن هذا الوجه لا فتوى عليه لضعف دليله. واخد بالك ازاي بس؟ لو كان بيشيلها للادخار علشان تبقى مال يعني يبقى عروض تجاره، تبقى عروض تجاره. لو بيشيلها بيحب يقتنيها، راجل هوايته يجمع الالماظات، دي هوايه اقتناء هنا مش تجاره، ما يجراش حاجه، كل ما يلاقي خاتم الماظ حلو كده هو غاوي يجمع الماظات، خلاص دي هوايه، زي جمع طوابع البريد هوايه، ما يطلعش زكاه على طوابع البريد بتاعته ولا على الالماظ وهكذا. وأن يجعل الفص مما يلي، الفص والفص ينفع بكسر الفاء، مما يلي كفه،
ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد جاز له، فإن لبسها معا جاز ما لم يكن فيه إسراف. يعني عنده خواتم فضة كتير في الدولاب، لكن بيلبسها في المناسبات ويبدل فيها، ما يجراش حاجة، واخد بالك، طالما ما وصلتش لحد الإسراف يعني. وحد الإسراف هنا العرف، العرف الناس يقول له يا إيه ده أنت كل ده عندك، يعني بقى أصبح العرف يعتبر أنها كتيرة بقى. ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة، يعني ممكن يلبس إيه في الصباع الوسطى، في السبابة، في البنصر، لكن التختيم الأفضل يبقى في الخنصر، لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. حتى الناس العوام يسموه لباس الخواتم، يقولوا على الخنصر ده لباس الخواتم كده، برضو لغة العوام. وده يسموه ايه، لحاس السم، وده طويل وهيف، وده صغير وهبل، ها مش كده، وده مفتاح الجنة، وده مفتاح الجنة، خلاص يعني يسموه زي ما يسموه. لكن هي الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر والبنصر، دي أسماء. والسبابة في اليمنى يسموه الموحدة، السبابة في اليمنى بس يسموه الموحدة، وسموه السبابة عشان تقول ايه، تشير إلى السبب دي، تشير به إلى السبب. طيب، فإن لبسها معا جاز ما لم يكن فيه إسراف. ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة. ويحل للرجل تحلية آلات الحرب من الفضة كالسيف والرمح والمنطقة. المنطقة اللي هو الحزام بتاع الفرسان، يلبسه كده جلد عشان يشد وسطه، عشان لما يجي بارز ويعمل تبقى عضلات ظهره ممسوكة كويس، ده اسمه المنطقة. ممكن يعمل فيه فضة يزينه بالفضة، مشهور. انت لما تشوف حتى الافلام التاريخية والحاجات دي، يجيب لك الناس اللي لابسين الحاجات اللي زي دي كانوا بيزينوا بيها الحاجات دي. كان درع سيدنا علي ب 400 دينار، درع سيدنا علي بتاع الحرب ده ثمنه 400 دينار، واخد بالك، الدرع يعني كانت آلات الحرب مكلفة، مش حاجة قليلة يعني. يعني 400 دينار يعني ثمنه حاجة كبيرة قوي يعني، شوف أنت يطلع له ثمنه كام بقى، قرب ال 200,000 جنيه أو 300,000 جنيه ثمن عربية احدث موديل مثلا، زيرو عزير. كان سيدنا علي جاله واحد يتصدق، طالب منه صدقه، فدخل سيدنا علي قلب كده، قلب في بيته، قلب في بيته، لقى كام تمره كده، فاداهم له، قال له انا جاي لك من اخر الدنيا، وبيقولوا علي بن ابي طالب والكرم الدين دول، جاي لك من اخر الدنيا. قام سيدنا علي راح دخل كده، راح خد الدرع بتاعه، درع بقى كانه عربيه بقى، قال له خد. الراجل اتهبل بقى، ماشي يعني شويه هيكلم نفسه، واخد بالك، وقعد بقى قال اشعار في سيدنا علي، معروفه يعني كرم سيدنا علي في التصدق يعني. فكانت آلات الحرب غاليه يعني زمان. ويحل للرجل تحليه آلات الحرب من الفضه كالسيف والرمح والمنطقه لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام، بخلاف المرأة فإن لها تحلية آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة. ويحرم على الرجل الإسراف في تحلية آلة الحرب، ويجوز تحلية المصحف والتمائم بفضة. التمائم اللي هي مثلا إيه، حاجات مكتوبة صغيرة فيها آلات آيات قرآنية أو شيء من هذا، مش تميم، من علق تميمة فلا أتم الله له، التميم اللي هي ملاش معنى يعني، خرزة خضرة مش عارف إيه، اللي هي حاجات ملاش معنى. لكن لما يبقى ليها معنى يعني معاه كده حاجه وكتب فيها قران بخط جميل، او كتب فيها تعويذه من التعويذات المباحه شرعا او اللي ليها معنى، يسموها تميمه. فيبقى يجوز هنا انه يحليها بذهب او بفضه او بكده، بفضه للرجل وللمراه، ويجوز لها فقط للمراه في التمائم الخاصه بالمراه بذهب. قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب فقد احسن، تعظيما له يعني، تعظيما ايه للمصحف. قول: واما المحرم مقابل للمباح، واما المحرم مقابل للمباح، ومثل المحرم المكروه كضب كبيره لحاجه او صغيره لزينه، ضبه فضه كبيره لحاجه او صغيره لزينه،
لما يبقى عندك اناء كده خشب او زجاج فخم وبعدين اتكسر، كانوا زمان يعملوا له دبابيس فضه يدبس الكسر ده، يسموه ضبه، واخد يضببه يعني يصلحه. فاذا استعمل هذه الضبه صغيره لزينه او كبيره لحاجه تكره، لكن اما تبقى صغيره لحاجه مباح. وضبه الذهب حرام على كل حاجه، سواء صغيره لحاجه او كبيره لزينه او صغيره لزينه. واضح؟ طيب، علشان كده بيقول لك دي امثله لايه؟ للاستعمالات المحرمه والمكروه. ومثل المحرم المكروه كضبه كبيره لحاجه او صغيره لزينه، طبعا في الفضه، اما الذهب فيحرم. ومن المحرم ايضا المرود، فيحرم على المراه وغيرها، لان من جنس الانيه ومن جنس الشوك المرود اللي هو بيتكحل بيه، يتكحل بيه، واخد بالك؟ فالمرود لو كان فضه او ذهب يبقى ده من جنس الايه؟ المعالق، ومن جنس الشوك والسكاكين، يبقى ايه؟ يحرم. فيحرم على المراه وغيرها. نعم، لو اتخذه شخص من ذهب او فضه لجلاء عينه فهو مباح للضروره. يعني افرض واحد قالوا له انت عينك لو استعملت مرود غير ذهب او فضه بيصدي، والصدى ده بيدخل في الاسمد اللي هو الكحل، تيجي تحطه في عينك، عينك يحصل لها مرض، فاضطر يستعمله للضروره، يبقى يجوز فتره الضروره، وبعد ما خلاص يخف يبقى ايه؟ يحرم. فهو مباح للضروره ويجب كسره بعد زوالها، بعد زوال الضروره يجب كسره، ويبيعه كمعدن، مش يبيعه كمرود، يبيعه كمعدن مش كمرود. لان ما ابيح للضروره يقدر بقدرها، لان القاعده الضروره تقدر بقدرها كده برضو. وكذلك لو قطع انفه جاز له اتخاذ انف من الذهب، لان بعض الصحابه وهو عرفجه بن سعد قطع انفه في غزوه يوم الكلاب، كان بعض الصحابه يتقطع ودنه ويتقطع انفه في الحروب، فالانف لما بتتقطع بتبقى شكلها وحش، تجويف كده، فبيحط بس حاجه يسد التجويف ده عشان يبقى منظره الناس تعرف تكلمه يعني حاجه. فجاب انف من فضه، الفضه زرنخت وعملت ريحه ولون وقرف مع المخاط بقى، فالرسول صلى الله عليه وسلم نصحه ان يحط انف ذهب، لان الذهب ما يتغيرش مع الحاجات، فيبقى اصبح للضروره. وهو عرفجة ابن سعد قطع انفه في غزوه يوم الكلاب بضم الكاف، فاتخذ انفا من فضه فانثنى عليه، فامره صلى الله عليه وسلم ان يتخذه من ذهب. ولو قطعت انملته، يعني عقل الصباع اتقطعت انملته، جاز اتخاذها من الذهب، ولو لكل اصبع ما عدا الابهام، لان الابهام حجمه كبير فيبقى هياخد كتير، ما عدا الابهام. ولو قلعت سنه جاز اتخاذها من الذهب، في ناس تعمل سنان ذهب معروفه، وان تعددت قياسا على الانف. ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل، حاضر، ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل، وهي الشعبة التي يستمسك بها الفصل. كويس؟ لو كان الخاتم بتاع الرجل فضة، لكن يعمل الجزء اللي من الفضة اللي من قبل اليد اللي يستمسك بيه الخاتم ده يكون ذهب، يبقى يحرم برضو على الرجل. واضح؟ يسموه سن الخاتم. ومن المحرم الحلي الذي أسرفت المرأة فيه أو بالغت في صرفه، فتجب زكاته جميعه، يبقى ده من الحلي المحرم. محرم على فكرة نسبي، مش حرام يعني قطعا، التحريم هنا للصرف بس مش من الكبائر، من الصغائر، إنما التبذير من الكبائر. في فرق بين الصرف والإسراف والتبذير، إيه الفرق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير من الكبائر والإسراف من الصغائر، الاثنين حرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشافعي. التبذير هو النفقة في المحرم ولو قليلة، يعني لو بيشرب سجاير وبيجيب علبة سجاير كل يوم بخمسة جنيه، واخد بالك؟ أهو ده تبذير، لأن السجاير حرام على ما استقرت عليه الفتوى في هذا العصر. يبقى إيه؟ أي نفقة في الحرام ولو قليلة تبذير، وأي نفقة زائدة عن الحاجة وعن التحسينيات في المباح إسراف. يعني عنده مثلا 50 بدلة، دي 50 بدلة، هو البدلة حلال، 50
مساء يا عم، اربعه اتنين في الصبح اتنين في الشتاء، ماشي حالك حلو قوي. او حتى يقول لك اصل بخرج كتير، طب يوم سته، طب يوم سبعه، انما 50 كتير، ده اسراف، ده يبقى ايه، حرام بس من الصغائر. يبقى او مثلا عايز يجيب اكل لعياله، يجيب لهم 10 كيلو لحمه ويطبخهم مره واحده، ملاقي هتاكل 10 كيلو، انت عندك عيلين وامهم، يوم ما ياكلوا كيلو هيبقى حلو قوي، يشبعوا كمان. تطبخ 10 كيلو وانت ما عندكش ثلاجه عشان يفسد، ومش ناوي كمان يوزعهم على الفقراء، ده اسراف بقى، واخد بالك؟ ما ينفعش. والمسرف عكس البخيل، البخيل ينفق في الاحلام بس، يقول لمراته انا كنت والله معدي كده لقيت فاكهه حلوه، كنت هجيب لكم 10 كيلو، ليه 10 كيلو بس؟ انا اوديهم فيها يا ستي، خلي العيله ياكلوا، هو ما جابش حاجه اصلا، كلها افكار كده. ومن المحرم الحلي الذي اسرفت المراه فيه او بالغت في صرفه فتجب زكاه جميعه. ومثل الحلي المحرم الاواني المحرمه، لان لا يحرم ان ياتي الذهب والفضه للرجل والانثى سواء بسواء، يبقى ده كله ايه، يقول لك ايه، دولاب الفضيه في طقم شوك ومعالق وسكاكين فضه خالصه، سموه فضيه عشان كده، او ده حرام. اسمه المموه، في كتب الفقه يسموه المموه اللي هو المصري، ان كان مموها بفضه، واخد بالك ازاي، لا بأس، ما يجراش حاجه. واذا كان مموها بذهب، اذا عرض على النار جاء منه ذهب لقيمه، يعني مش قشره رفيعه قوي، يحرم. وان كان لا يعطي جرم، يجده بلون بس، يبقى لا بأس من فيه. والتمويه حرام، التمويه نفسه، الصنعه نفسها حرام، الصنعه نفسها حرام، والكلام الثاني ده في الاقتناء مش الصنعه. طيب، ومن المحرم الاواني المحرمه كظروف الفناجيل وغيرها فتجب زكاتها. وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاه على المعتمد، ما لم تجعل لها عرام عرى من غير جنسها، عرى من غير جنسها، يعني تعمل لها كده اطار من غير جنسها، واخد بالك، وتلحمه فيها وتعمله، يبقى في الحاله دي بقت يعني خلاص للدين، بحيث تبطل بها المعامله، يعني ما ينفعش الايه يوصل، والا فلا حرمه كالصفا المعروفه. قوله كثوار بضم السين، وقوله خلخال، وفي القاموس يقول لك خلخال بضم الخاء، في القاموس بفتح اوله خلخال، وهنا قايل الشيخ البيجوري بضم الخاء خلخال، لكن القاموس قال لك بفتح اوله خلخال. وقول لرجل اي متخذين لرجل، بان يقصده بالاتخاذ، فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد، لا للبس ولا لغيره، أو بقصد إجارته لمن له لبسه بلا كراهة، فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم والمكروه. قول وخنت، فهو كالرجل في حلي النساء كالخلخال والسوار، وكالمرأة في حلي الرجال كتحلية آلة الحرب كسيف ورمح، كما هو عليه قاعدة الاحتياط في حقه للشك في حاله. فتجب الزكاة فيه في الحلي المحرم، فتجب الزكاة فيه، وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته، فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط، بخلاف المحرم لعينه كالأواني. يعني أنا عندي حلي 100 جرام ذهب، حلي قيمته 100 جرام ذهب من حيث الوزن، لكن من حيث الصنعة يعادل 200 جرام ذهب، يبقى العبرة بالقيمة مش بالوزن، يبقى أحسب الزكاة بالقيمة مش بالوزن، فهمتني؟ وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته، فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط، بخلاف المحرم لعينه. أما المحرم لعينه لا عبرة بقيمته، لأن يحرم إن أنا أبيعه كطبق أو كإناء أو ككوب، يحرم أصلا، يبقى في الحالة دي العبرة بوزنه. كويس؟
بخلاف المحرم لعينه كالأواني، فالعبرة بوزنه لا بقيمته، لأن صنعته لا قيمة فيها أصلا، صنعته لا قيمة فيها. فلو كان له حلي وزن 100 درهم وقيمته 300 اعتبرت قيمته، فيخرج إما ربع عشر مشاعا ويبيعه الساعي كذلك ويفرق ثمنه على المستحقين، وإما خمسة مصوغة قيمتها 7.5، ولا يجوز كسره ليعطي منه 5 مكسورة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. يعني هو هيطلع بقى زكاة الحلي، مش شرط يمسك الحلي أسقط منه ربع العشر يبوظه، لكن يعرف قيمته وبعدين يروح للسوق يشتري بقدر القيمة دي ويدي للفقير، أو يديه قدر القيمة مات، خدت بالك؟ لكن مش مطلوب منه. افرض ما عندوش سيولة، يروح ساعي الزكاة ياخد دي يبيعه وياخد قدر زكاته ويديله الباقي، واخد بالك؟ ولا يجوز كسره ليعطي منه 5 مكسورة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. ولو كان له إناء كذلك اعتبر وزنه، فيخرج خمسه 5 من غيره، أو يكسره ويخرج 5، أو يخرج ربع عشره مشاعا. فصل في بيان مقدار نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه منها. بيقول ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، من الوسق أو الوسط مصدر بمعنى الجمع، والليل وما وسق يعني الليل وما جمع، فسمي الوسق وسق لأنه يجمع الصاعان، لأن الوسق 60 صاعا، واخد بالك؟ فوسق يعني جمع، كويس؟ يبقى 5 أوسق يساوي الوسق 60 صاعا، والصاع 2.5 جرام، 2.5 كيلو جرام، 2.5 كيلو جرام، يبقى الوسق تقريبا 150 كيلو جرام، تضرب في 5 يطلع 750 كيلو جرام. بالأرداب المصري الوسق أرداب، الوسق أرداب خلاص، والأرداب 12 كيلو، سهلة؟ طيب. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، من الوسق، من الوسق مصدر بمعنى الجمع، لأن الوسق يجمع، يجمع الصاعان، وهي أي الصاعان جمع صاع يعني، وهي أي 5 أوسق 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وما زاد فبحسابه، ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم، وفيها أي الزروع والثمار إن سيقت بماء السماء وهو المطر ونحوه كالثلج، أو السبح وهو الماء الجاري على الأرض من السباحة يعني كده، بسبب سد نهر فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها، يسموه إيه؟ السقي بالغمر، يسموه بالغمر، المزارعين عارفينه. العشر، وإن سيقت بدولاب بضم الدال وفتحها دولاب ودلو وفتحها دولاب، ما يديره الحيوان اللي هو السقية، أو سيقت بنطح من نهر أو بئر بحيوان أو كبعير أو بقرة، يعني إيه؟ رايح جاي يملى على البعير ويروح يرمي في الغيط بتاعه عشان يسقي، يبقى أنا متكلف. نصف العشر، وفيما سقى بماء السماء والدولاب مثلا سواء 3/4 العشر. يعني افرض ان انا الزرع بتاعي نص مدة الري السماء سقت المطر يعني، واخد بالك؟ والنص التاني ما جاش فيه مطر، فاضطريت ان انا اسقيه على حسابي، يبقى انا هطلع عشر من النص ده، من النص ده، واطلع نصف النصف من النص الثاني، ربع اللي هو الربع، ايوه نص العشر، نص العشر من النص يعني ربع، مش كده برضه؟ يبقى في الحاله دي اطلع 3/4، لان عندي نص وعندي ربع، فهمت بقى طريقه حسابهم؟ طيب نيجي نقرا كلام الشيخ البيجوري 5 دقائق ونقيم الصلاه. فصل في بيان مقدار نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه منها، وجمعها معا لاتحادهما نصابا وواجبا. ليه جمع الثمار والزروع؟ الثمار اللي هو التمر والزبيب، الثمار، والزروع اللي هي المقتات المدخر،
من الحبوب المختلفة كالقمح والشعير والذرة والأرز، كل ده واللوبيا والفاصوليا، كل دي مكتات مدخر. وجمعها معا لاتحادهما نصابا وواجبا، وتجب الزكاة فيما ذكر باشتداد حب لأنه حينئذ طعام. ما ينفعش تطلعه حب لسه أخضر، لازم يشتد عشان يصلح للإيه؟ للادخار. وهو قبل ذلك بقل وبدو صلاح ثمر، لأنه حينئذ ثمرة كاملة وبدو الصلاح حتى يصفار أو يحمار، النبي قال كده في الحديث مسلم. وهو قبل ذلك بلح وحصرم، بلح في التمر وحصرم في ايه؟ في الزبيب. وبدو صلاح بعضه وان قل كبدو صلاح كله، لان ممكن عندك انت مساحه مزروعه كبيره فجزء منها بدا صلاحه وجزء هيبدو صلاحه في خلال اسابيع بقى تباعا، فلما يبدو صلاح بعضه كبدو صلاح كله. كويس؟ وإن قل كبدو صلاح كله، ويجب الإخراج بالفعل بعد التصفية. يبقى يجب الإخراج بالفعل بقى أديه للفقير إمتى؟ بعد ما صفي القمح خالص وأدرسه وأطلع منه التبن، وهيروح بقى على المخزن، ساعتها أروح مطلع أدي للفقير. وكذلك لما يبقى تمر، لما يبقى تمر ما بدهوش رطب يحمر عند الفقير، هيعمل إيه؟ لا عنده ثلاجة ولا عنده حاجة، استنى لما يتتمر وأديله تمر عشان يحتفظ بيه وياكل طول السنة منه. وكذلك ما ادهولوش عنب، لان العنب هيحتاج يتذبذب وعايز مجهود، بعد ما يتذبذب ادهوله زبيب. وهكذا. ويجب الاخراج بالفعل بعد التصفيه. وسن خرص كل ثمر تجب فيه زكاه اذا بدا صلاحه، فيطوف الخارص. الخرص ده يعني تخمين الوزن، الخارص اللي هو بيقوم بعملية التخمين، يمشي كده في الجنينة أو الغيط يعني المزروع، ويمر من خبرته يقول لك اه ده هيدي كذا طن، ده هيدي كذا أردب، بالنظر كده من خبرته. كويس؟ فيستنى لما يبدو الصلاح إن يجي الخارص اللي هو الراجل اللي بيخمن ده ويقدر وعنده خبرة، وما يكونش بينه وبين صاحب الأرض عداوة عشان ما يجرش عليه، يشترط فيه كده ان يكون جانب محايد، واخد بالك، ويكون عنده خبره. وسن خرص كل ثمر تجد فيه زكاة اذا بدا صلاحه، فيطوف الخارص بكل شجره ويقدر ثمرتها رطبا ثم يابسا، وثمرت كل نوع كذلك، ثم يقول للمالك ضمنتك حق المستحقين كذا تمرا او زبيبا. بعد ما يعمل يقول له خلاص بقى في ذمتك، هتطلع انت كذا للفقراء، لان انت هتطلع 10 اوسق بالحساب اهو، يبقى انت هتدي للفقراء كذا في ضمانك، ضمنتك كذا للمستحقين كذا تمرا او زبيبا، فيقبل بشرط ان يكون الخارص عالما بذلك اهلا للشهادات كلها، وان يكون التضمين من الامام او نائبه، فللمالك حينئذ تصرف في الجميع. فان ادعى حيف الخارص، افرض المالك لقى ان الخارص جاي عليه شويه وقال لا ده راجل ظالم، ده مكدر عليا كتير قوي، ده مش هتجيب الكميه اللي بيقولها دي. فان ادعى حيف الخارص فيما خرصه لم يصدقه الا بيمينه، ها الا ببينه، الا ببينه، او ادعى غلطه فيما يبعد الغلط فيه كثلاثين وثقا فانه يبعد الغلط فيها. يعني يقول لك لا ده مزود عليه 30 وسخ، ده بعيدة قوي، معقول يغلط في 30؟ ممكن يغلط في وسخ ولا اثنين، ما يجراش حاجة. يقول ده هتدي 10 أردب وما تديش إلا 9، مقبولة. لكن يقول هتدي 20 أردب وهي هتدي 9، كتيرة شوية. فإنه يبعد الغلط فيها فكذلك، لكن يحط في الثانية بقدر المحتمل، أو ادعى غلطه بالمحتمل كوسق أو وسقين صدق بيمينه، مش ببينة بقى، ندبا إن اتهم، وإلا فلا يمين. وإن ادعى تلف المخروص، طب افرض هو قال علي الضمان ولما وقت ما قطع وعمل وجمع حصل حريقة في الايه؟ في المخزن، فقال ده انك حرق المخزن او نزل مطر فعفن او حصل فيه فساد او جات له آفة، ادعى تلف ايه؟ المخروص. فكوديع
لكن اليمين هنا سنة، يعني إيده يد أمانة وليست يد ضمان. الوديع يد أمانة ما لم يقصر، مش كده برضو؟ ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر في إكمال النصاب، ولا زرع عام إلى زرع عام آخر كذلك، ويضم ثمر العام بعضه لبعض. ثمر العام في واحد، العام الأول ده يضم بعضه لبعض. أنا عندي هنا فدان وهنا 10 فدادين وهنا 5 فدادين، أضم ده كله طالما في عام واحد وأطلع زكاة. وكذلك زرع العام بعضه لبعض وإن اختلف إدراكه، يعني اختلفت نضجه يعني لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة. والمراد بالعام هنا، بالعام هنا 12 شهرا عربيا. نعم، لو أثمر نخل في عام مرتين فلا يضم، بل هما كثمرة عامين إلحاقا للنادر بالأعم الأغلب، لأنه أتوا حقاوم حصاد، فالعبرة بالحصاد كده برضو. وكالنخل كل ما شانه، ما شأنه ألا يثمر في العام إلا مرة واحدة. قول ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، أي لخبر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب الذهب والفضة. والعبرة فيه بالكيل على الصحيح، والعبرة في الكيل بمكيال المدينة الشريفة، وإنما قدر بالوزن استظهارا، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين، وتقدم تقديره بالأرادب المصرية. من الوسق، أي مشتق من الوسق وهو مصدر، أي لو أي لوسق بمعنى لوثق، أي بمعنى جمع. قال تعالى: والليل وما وسق، أي جمع. وقوله بمعنى الجمع، أي الملتبسة، الملتبسة بمعنى هو الجمع. وقوله لأن الوسق يجمع الصيعان علة لاشتقاق الأوسق من الوسق، فكأنه قال: وإنما اشتق الأوسق من الوسق بمعنى الجمع لأن الوسق يجمع الصيعان، فإنه 60 صاعا. وقد تقدم أن الصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فإذا ضربت 5 أوسق في 60 صاعا كانت الجملة 300 صاع، فإذا ضربتها في 4 أمداد صارت الجملة 1200 مد، ب1600 رطل بالبغدادي، كما قال المصنف وهي 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وقدرت به لأن الرطل لأنه الرطل الشرعي. وما زاد فبحسابه، أي فلا وقت فيه. قول ورطل بغداد عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم، وأما عند الرفع فهو 130 درهما، لأن كانت من العصور المختلفة بتختلف الموازين، فيجي كل عالم في كل عصر يبتدي يوزنه ويدي وزنه، وإحنا الوقت خلاص وزناها بوزن العصر، وقلنا إن هي حوالي 750 كيلو جرام أو 5 أرادب. خلاص، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند قوله وفيها إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجال كلماتك.